كتابة الأسرة بكنيسة السيدة العذراء بأمستردام تقدم عظات مؤتمر الأسرة المسيحية السعيدة لعام 2004 في الفترة من 6 مايو إلى 9 مايو. عظة نربيهم حسنا لجناب الآب الموقر القمص أشعيا ميخائيل كاهن كنيسة الملاك بالظاهر بالقاهرة، وذلك يوم السبت الموافق 8 مايو. بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. احنا هننقل نقله جامده بقى بعد موضوع امبارح، هننقل على الاولاد. مفيش اسره ما بتشتكيش من اولادها، مش كده؟ ومفيش اولاد ما بيشتكوش من اهاليهم. انا هقسم الموضوع على يومين. النهارده هتكلم عن موضوع عنوانه نربيهم حسنا، بكره هتكلم عن موضوع عنوانه الخلاف بين الاهل والابناء. معلمنا بولس الرسول بيقول وانتم ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم بل ربوهم بتاديب الرب وانذاره. وفي مره تانية قال ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم لئلا يفشل. احنا عاوزين نسأل سؤال، ما هي رسالتنا تجاه اولادنا؟ او ما هي مسؤوليتنا كوالدين تجاه اولادنا؟ يمكن البعض متصور ان مسؤوليتنا تدبير الاكل والشرب والنواحي المادية ليهم. يمكن بعض اخر يفتكر ان مسؤوليتنا تجاه اولادنا ان احنا نضمن ليهم مستقبل حسن، وعشان كده هاجرنا وروحنا امريكا واستراليا واوروبا عشان خاطر نضمن مستقبل الاولاد. مسؤوليتنا تجاه اولادنا اولا ان نضمن وصولهم الى ملكوت السموات. كل الامور التانية أمور ثانوية، أمور ثانوية. عشان كده في علاقتنا بأولادنا وفي مسؤوليتنا في تربية أولادنا لازم نحط هذا الهدف قدامنا باستمرار، إن ربنا هيحاسبنا إذا أولادنا دول ما دخلوش ملكوت السموات. مش هيحاسبنا اذا دخلوا علمي ولا ادبي ولا طلعوا دكاترة ولا مهندسين ولا تجار، كل دي مش مجال المسؤولية. المسؤولية اللي ربنا هيحاسبنا على اولادنا ان احنا نوصل احنا وهم ويبقى لنا نصيب في السماء. ونقول زي ما قال الكتاب ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. أنا هتكلم معاكم النهاردة في ثلاث نقط محددين كده يبقوا واضحين قدامنا، ونفتح برضو المجال للحوار والأسئلة عشان موضوع الأولاد ده موضوع طويل لو فتحنا فيه مش هنخلص، عشان كده خلينا ليومين بدل يوم. أتكلم عن القدوة وتأثيرها، وأتكلم عن الحب اللي ممكن نقدمه لأولادنا، ونكلم في نقطة ثالثة عن البذار. البذار القدوة، القدوة دي أكتر حاجة
ينجذب ليها الطفل الصغير. ليها تأثير جبار جدا على الأولاد الصغيرين، سواء تأثير إيجابي إن يشوف حاجة كويسة فينا يقلدها، أو تأثير سلبي إن يشوف حاجة وحشة فينا تنطبع فيه انطباع معين. التأثير السلبي ده هنسميه العصرة، وربنا يسوع المسيح اتكلم على العصرة وقال من أعصر هؤلاء الصغار فخير له أن يعلق عنقه في حجر روحة ويلقى في لجة البحر. كلام خطير الكلام ده. القدوة الإيجابية، القدوة الإيجابية اللي هي الفضيلة اللي بتوصل للطفل خلال السلوك بتاعنا. تلاقوا الأم الوديعة المبتسمة وهي ماسكة الطفل بتاعها بترضعه وبتبتسم، يطلع الولد متفائل كده وضحوك. والأم الكشورة اللي نرفز اللي دايما تتنرفز وتتعصب من غير ما تدرى، الروح ده هي تنتقل للأولاد. كمان تأثير الأب، تأثير الأب على الأولاد جبار جبار جدا، لدرجة ان الأب ده لما بيبقى قدوة صالحة لأولاده من غير ما يدرى يلاقي الأولاد بينمو في النعمة. انما الأب اللي عمال يلعب بديله كده بره البيت ويبات له ليلة ولا ليلتين بره البيت ويكذب ويقول لهم انا عندي شغل وعندي مش عارف ايه، وربنا عارف هو بيت فين، والوقت كده يبتدي يشمشم كده، الله بابا فين؟ ما باتش النهاردة معانا ليه؟ ويمكن احنا نفتكر نقول العيال مش فاهمة، ده العيال فاهمة وفاهمة وفاهمة. الاب اللي بيكذب والام اللي بتكذب قد ايه بيطبعوا انطباع سيء في اولاده. الطفل الصغير بيتعلم بالتسليم اكثر ما يتعلم بالتعليم. ايه الفرق بين التسليم والتعليم؟ التسليم ان حاجة يشوفها يستلمها على طول تلقائيا، والتعليم ان انا افضل اديله في عظات وافضل اديله في اوامر. هي بصراحة اقول لكم حاجة، الارثوذكسية دي كلها تسري فينا بالتسليم اكثر ما تسري بالتعليم. يعني الولاد الصغيرين كده اللي اترسموا الشمامسة امبارح اول امبارح فرحانين النهاردة في الكنيسة، صحيح رايحين جاي رايح جاي جاي، انما فرحانين، فرحانين بالدنيا وفرحانين بالمناولة وفرحانين بالشموسية، وتتفرجوا عليهم لما يكبروا كده يبقوا شباب اتحط فيه قدوة صالحة من والديهم اللي قدموهم للكنيسة. ما يراه الطفل وما يسمعه له تأثير كبير جدا في حياته، وعشان كده لازم احنا نبقى حذرين. كتير من المشاكل اللي بتحصل النهاردة بين الأزواج والزوجات احد اسبابها ان الزوج عاش في بيئة ما كانتش بتمارس الكلام ده. الكلام اللي قاله سيدنا انبا بولا اول امبارح، كلمات الرقة، تقول له يا عم ما بتقولهاش ليه متشكر وعن اذنك ومن فضلك ومتأسف، يقول لك انا ما شفتش ابويا بيعمل كده، انا شفت ابويا يشقط الشخطة ينطر النطرة كل يد انتباه. لا حبيبي، الوقت اتغير، الوقت اتغير، ونظام السيد بتاع زمان ما ينفعش دلوقتي خالص. خلاص لازم نؤمن ان الاجيال اتغيرت. انما هقول لكم حاجة، مرة كان في مشكلة خناق بين واحد ومراته، وبعدين طب عاوزين نفض الخناقة بقى، يعني هنقعد الصبح نحكي، طب يعني نفضها ازاي؟ خلاص قلت لهم اهو انت غلطان هو غلطان وخلاص، وكل واحد يعتذر للتاني ونخلص.
فالبنية اعتذرت قالت له حقك عليا وبس الدماغ إلى آخره. هي عم قال لا أنا لا يمكن أعتذر. ليه يا عم؟ قال عمري في حياتي ما اعتذرت لحد. يا نهار أنا قعدت أفكر كده، عمره في حياته ما اعتذر لحد، يعني ما غلطش في البيت، ما كسرش كوباية، ما تأخرش برة، إنما أمه ما علمتهوش إنه يعتذر، ما شافش الكلمات الرقيقة اللي اتكلم عليها سيدنا، ما شافهاش. عشان كده الولد عشان يتعلم لازم يشوف الأب بيحترم الأم. أسوأ حاجة، سامحوني بقى النهاردة هنفتح كده شوية شوية مواضيع، أسوأ حاجة إن الولد يشوف أبوه لا يحترم أمه، وأسوأ من دي كمان إن الولد يشوف أمه بتتهان قدامه. لا، عايزين الاحترام المتبادل ده، mutual respect، عايزينه يسود البيت كله، عايزين الكلمات الرقيقة اللي اتكلم عنها سيدنا الولد يسمعها، ودنه تسمع بابا هو بيقول لمامته متشكر، ودنه تسمع بابا وهو بيقول لمامته متأسف أنا نسيت أجيب الحاجة الفلانية، ودنه تسمع بابا وهو بيقول لمامته احنا تعبناك النهاردة في الأكل كتر خيرك. دي القدوة بقى، دي القدوة. القدوة ليها تأثير كبير جدا على أولادنا. وخلي بالكم في حاجات كتيرة جدا احنا ما بنتخيلش ان الولاد فاهمينها. ولد صغير قد كده، صوتت كده ما فيش سنتين، مش حتة ورقة وراح برمها كده، عارفين عمل فيها ايه؟ الله الله، فمشي بقى كده ايه يتقصع. هي عم قال انا بابا، انا بابا. والبنوتة الصغيرة راحت مش عايزة فسر بقى، يعني مش عايزة فسر، خدت المكياج والروج وهوب هوب هوب هوب، ولبست الجزمة مكعب وقامت تتقصع وقالت انا ايه؟ انا بابا. القدوة، القدوة مهمة جدا، القدوة مهمة جدا. ولد تاني صغير بقى قد كده بيفتح الباب لقى باباه ماسك الإجبية وعمال يصلي غير ما يقدر، قاعد يدور كده لقى كتاب، أي كتاب، ولا بيعرف يقرأ ولا حاجة، مسك الكتاب وراح واقف كده دي 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 دي، بعد شوية زهق وراح خرج. بس في صورة انطبعت في ذهن، في صورة انطبعت في ذهن. أقول لكم بصراحة أن الأب يمثل الله في البيت. شوف بقى الخطورة، الأب يمثل الله في البيت. حتى إحنا بنقول كده في اللغة الدارجة رب البيت، يمثل الله في البيت. تخيلوا بقى لو الصورة مهزوزة، لو الأب لايف على واحدة كده بره ويبات معاها ليلة ليلتين ويرجع تاني، ها؟ لو الأب كده بيشرب مخدرات ولا بيشرب خمور ولا بيشرب سجاير ولا ولا ولا، تخيلوا كده ان في كذب شغال، الأب بيكذب على الأم ولا الأم بتكذب على الأب، وطفر يعني، بس في كذب شغال في البيت. العصرة دي ساعات ما بنقدرش ننزعها من الطفل. اقول لكم حاجه بمنتهى الصراحه، هناك بعض العقد النفسيه تتنشئ في الطفل صغير واساسها كله انه شاف حاجه غلط في البيت، شاف حاجه غلط في سلوك الاب، او شاف حاجه غلط في سلوك الام، وما قدرش يبوح بيها لأي حد خالص خالص، إنما نزلت في الأعماق بتاعته تحت وعملت جرح عنده جوه ومش قادرين نصلحها.
ومش عارفين السبب ايه. ان السبب في عصرة حدثت في طفولته. يا احبائي، سوف نحاسب على كل عصرة نتسبب فيها لأولادنا. عشان كده القدوة الروحية مهمة جدا، والقدوة الاجتماعية مهمة جدا، والقدوة في التعامل مهمة جدا، بيمتصها الولد من البيت. تعرفوا شخصية الطفل بتتشكل في الثلاث سنين الأولى. شخصية الطفل بتتشكل في الثلاث سنين الأولى، ودي زي ما قال سيدنا أول امبارح الأساس اللي تحت اللي احنا مش شايفينه، أعمدة وأربطة وأساس بيتحط تحت بيطلع المبنى عليه. القدوة مهمة جدا يا أحبائي، أرجوكم أرجوكم وأرجوكم وأتوسل إليكم ألا يكون أحد فينا سبب عصرة لأولاده. الطفل ده زي الريكوردر، تعرفوا الريكوردر؟ ريكوردر مفتوح بيسجل، يسجل الكلام ويسجل الحركات ويسجل الانفعالات ويسجل كل حاجة بتدور في البيت. واحنا نفتكر ان العيال مش فاهمين، انما الشريط اتخزن جوه. اذا كان شريط كويس هيطلع سلوك كويس، اذا كان شريط وحش هيطلع شريط وحش. نتكلم عن النقطة التانية، هي لغات الحب الخمس بقى، بس مش بالنسبة للزوجين، بالنسبة للأولاد. في لغات الحب الخمس للأولاد هيتغير الترتيب بتاعه. احنا اتكلمنا في الاول عن القدوة، القدوة الايجابية بتاعتها والسلبية هنقولها ليها سميناها العصرة. لغات الحب الخمس، هما نفس اللغات الخمسة بس مع الأولاد بقى الترتيب بيتغير شوي. يعني امبارح قلنا ان اللغة الخمسة بالنسبة للزوجين كانت ايه؟ ها؟ مكسوفين تقولوها، احنا عارفينها وانت عارفين. كانت الحنان والعلاقات الزوجية، وفي كلام كتير قلناه مغطي، وفي كلام كتير احنا فاهمينه مع بعض. لا، مع الطفل بقى اول حاجة لمسات الحنان، دي مهمة جدا 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 للطفل. شوفوا انا عاوز اقرأ لكم حتة في مرقص 10 بيورينا قد ايه لمسات الحنان مهمة بالنسبة لعلاقة السيد المسيح بالأطفال. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم. لمسات حنان، يعني جابوا شوية أطفال كده قالوا له إيه، حط إيدك عليهم والمسهم. وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. إيه شوية العيال دول اللي جايبينهم للمسيح، ضيعوا وقته. فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ، مش اغتاظ بقى بالمعنى بتاعنا غضب يعني، لا يعني اتضايق من التصرف بتاعه. وقال لهم دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعهم، لأن لمست هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. شوف بقى لمسات الحنان اللي بعد كده، فاحتضنهم فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم. لمسات الحنان بالنسبة للأطفال مهمة جدا جدا جدا. بس أرجوكم تلاحظوا في لمسات الحنان حتة بس مهمة كده عاوزين يعني نشير ليها، يعني المساواة. يعني لو عندنا طفلين ثلاثة نخلي بالنا، احسن اكتر عقدة بتتحط في الاطفال
انه يحس ان في محاباة، الولد اكتر من البنت او الكبير اكتر من الصغير، ودي مشاكل بقى اللي حصل لها. تعرفوا علماء التربية قالوا ايه؟ علماء التربية قالوا ان الشاب اللي بينحرف ما شبعش من امه وهو طفل. ده موضوع خطير، يعني انا لازم اشبع الطفل بتاعي من لمسات الحنان، ساخده في حضني اطبطب عليه ابوسه الى اخره، بس دي بالنسبة للطفل مهمة جدا جدا جدا. وعشان كده تلاحظوا ان الطفل اللي بيرضع طبيعي من امه غير الطفل اللي بيترمي للحضانات الى اخره، ودي نقطة مهمة لازم ناخد بالنا منها. اللغة الثانية هي كلمات الحب. كلمات الحب بالنسبة للطفل مهمة جدا، مهم قوي نقول له يا حبيبي، واذا قلت الواحد يا حبيبي لازم اقول للخمسة ستة اللي انا مخلفهم يا حبيبي. طبعا ما حدش فيكم مخلف خمسة ستة، حد مخلف خمسة ستة؟ كان عندنا في امريكا ناس كاثوليك انضموا للكنيسة بيجيبوا خمسة وستة وسبعة، جدعان جدعان، امال ايه كنيسة هتنمو ازاي؟ لازم نجيب عيال كتير عشان نشتغل، عشان نشتغل نعمد ونكبر ونربي وبعدين في الاخر نجوزهم الى اخر، كل ده شغل. كلمات الحب مهمة جدا، الطفل بيسعد بيها، الطفل بيسعد بيها. وبرضو نخلي بالنا من حتة المساواة، ده هي مهمة جدا برضو. لو قلت الواحد يا حبيبي او لو قلت البنت يا حبيبتي يا روحي يا عنيا، لازم اقول لكل العيال بينبسطوا قوي، العيال بينبسطوا جدا من كلمات الحب دي، بتفرحهم كده، بتنميهم، بتخليهم كده يبقوا شبعانين. واحنا عندنا نظرية ان كل طفل شبع من الحب بتاع والديه مش هدور على حب بره. كلمات الحب، تلاحظوا الترتيب مختلف شوية عن امبارح. الهدايا، الهدايا مهمة جدا 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 للطفل، بس انا عايز اقول حاجة لاحظتها في الغرب هنا غير مصر. الهدايا لو كترت اكتر من لازم هيبقى الطفل علاقته بالاشياء وليس بالعلاقات. خلي بالكم الحتة دي، يعني انا بص الاقي الاطفال في امريكا عندهم كمية لعب تكون اوض اوض. انا مرة يعني اقترحت عليهم، قلت لهم ايه رأيكم لو ناخد من كل عيلة لعبة واحدة بس زيادة ونبعتها مصر للناس الغلابة اللي ما عندهمش لعب، اسر الفقيرة او الاخر. ياريت تفكروا في مشروع زي كده. عشان كده الهدايا لازم تكون يعني بالقدر. يعني ايه بالقدر؟ يعني ما تكترش، لان تعرفوا الولد ده بيبقى عنده كمية هدايا كتيرة، تبص ايه رمى دي ورمى دي ورمى دي ورمى دي، وبعد شوية يقول لك ايه لا دي مش عجباني انا عاوزها دي، وتبص تلاقوا علاقته كلها باشياء وليس باشخاص. دي نقطة نخلت بالنا منها. من الحاجات المهمة تقضية وقت. انا لما كان ابننا صغير طفل كنت افضي نفسي لازم في الاسبوع كده ساعة ساعتين اقعد العب معاه، نجري نرمى بعض المخدات، نجيب اي لعبة نلعبها، ده من حقه. لازم كل اب وكل ام، يمكن الام تقضي وقت مع ابنها، بس لا انا عاوز نقضي وقت نحكي نقعد نحكي مع بعض،
حتى الأطفال الصغيرين لما نقعد معاهم نسمع لهم، يسمعوا لنا، نحكي مع بعض. الأب المشغول يقول له بابا عايزين نقعد مع بعض، مش فاضي، ساقية بتجري. يجي حتى يوم السبت اللي الولد مستنيه، هي بابا يصحى نقعد، سيبنا انا عاوز انام. ده مش بس الولد اللي مستنيه، عارفين مين كمان مستنيه؟ ايوه كده، ده تكملة الموضوع امبارح، صاحبنا نايم ها ومش منتبه، مش عارف ان في ناس مستنيها طول الاسبوع، ويجي في الويك اند يقول لا يا شيخة سيبيني، حرام عليك عاوز انام. ها تقضية وقت معا مهم جدا، نقضي وقت مع الطفل، يا اما في البيت يا اما نخرج يا اما نقعد نحكي مع بعض، دي مهمة جدا، مهمة جدا، تخصيص وقت معين نقضيه مع الطفل، نحكي مع بعض. من الحاجات المهمة ايضا في لغات الحب تأدية خدمات. في خدمات ضرورية انا بأديها، يعني سامحوني في اللفظ اللي هقوله، غصب عني، يعني اوصله المدرسة، اجيبه المدرسة، دي خدمات ضرورية. ماما هتأدي له خدمات ضرورية، الاكل بتاعه، الهدوم بتاعه الى اخره. لا، انما لو العجلة بقى اتكسرت، البدال اتكسر، السلك مش عارف حصل له ايه، فقعد زعلان طول الاسبوع، لا انا هروح اصلحها لك، تأدية خدمات لي. عاوز يروح يلعب، مشترك في نادي، طب مين هيوديه يلعب؟ انا اوديك، ماما هتوديك. تأدية خدمات للطفل مهمة جدا في حياتنا. يبقى دي الخمس لغات الحب الخمس، بس غيرنا فيهم شوية، بدل امبارح النهاردة بنقدمهم للطفل. لمسات الحنان دي مهمة جدا، نمرة واحد. كلمات الحب مهمة جدا بالنسبة للطفل. الهدايا بالقدر وفي المناسبات، يعني عيد ميلاده، عيد الميلاد، عيد القيامة، نجاحه الى اخر. تقضية وقت مهمة جدا، ان انا اقضي وقت معاه كل اسبوع. تأدية خدمات مهمة جدا لي. يبقى احنا خلصنا موضوع القدوة، خلصنا لغات الحب الخمس، نمر الثلاثة بقى، قلب زار. قلب زار، شوفوا زي ما قال بولس الرسول، أنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم، بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. البزار مهمة جدا، إن أنا أزرع في الطفل بزار. أنا حطيت قدامكم خمس بزار، طبعا في بزار كتيرة لو قعدنا نتكلم عليها تاخد وقت كبير، إنما اخترت خمس بزار عايزين نزرعهم في الطفل. البذرة الأولى هي محبة المسيح، دي بذرة لازم نلقيها في الطفل. المسيح بيحبك وإحنا بنحب المسيح، المسيح بيحبك وبعت لنا الأكل ده، المسيح بيحبنا وبعت لنا الفلوس ده، حب المسيح. وحب المسيح يخش فيه بقى حب الكنيسة وحب السماء وحب القديسين وحب كل شيء روحي. هنقول هنا البزار محبة المسيح، والروحيات كلها، الكنيسة والقديسين والسماء وابونا وسيدنا، كل دي هنزرع فيه البذرة الحلوة دي. البذرة التانية اللي عايزين نزرعها في الطفل هي الضمير، وهقول ايه؟ الضمير المسيحي. خلي بالكم الحتة دي، فبرضو لازم نعمل
ريفيرنج واحنا بنقول عن الضمير المسيحي لازم نرجع للقدوة، لان عشان ازرع في ضمير مسيحي لازم عندي قدوة هتخليني بسهولة اوصل ان اكون ضمير مسيحي. الصح والغلط عاوز ازرعه فيه، اذا شفت حاجة غلط لازم انبهه ليه. باجي اكب الشنطة كده لقيت حاجة مش بتاعته، الله دخلت ازاي في الشنطة دي؟ ايه ده بابا القلم ده مش بتاعك؟ يا ماما بقى ما تشغليش بالك، لا القلم ده مش بتاعك، جبته منين؟ طب بص القلم ده لازم يرجع بكرة للمدرسة. ما ان ما كنتش انا هزرع فيه هذه البذرة هبص الاقي لما يكبر ايده هتطول. فمرة كنا عاملين كامب وجايبين الولاد وقعدوا كذا يوم معانا، وبعدين كان في زي جولة حرة كده، فجت شكوى عجيبة جدا جدا. العيال راحوا في السوبر ماركت يقول الراجل ايه الحاجة دي مثلا، هات لنا علبة من فوق يطلع عشان يجيبها، يروحوا خاطفين حاجة من البيت. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ده ولاد غناي وابائهم وامهاتهم حاجه كويسه ومدين لهم فلوس في الكامب كل اب كل ايه الحكايه؟ الحكايه ان ما تزرعش ضمير مسيحي في طفولتهم. عشان كده عاوزين باستمرار نقول لهم ايه الصح والغلط. الضمير المسيحي خلال الصواب والخطا سامح فيها، مش كده ولا لا؟ مش عاوز اقول تفاصيل، انما يعني انا عرفت ان المخدرات ليجل في البلاد دي، مش كده؟ يعني لو زبطوا مع الواحد حاجة مش هيحاكموه. وفي حاجات تانية ليجل برضو اتكسف اقولها، ها؟ عارفينها؟ الحمد لله. لا ما تقوليش ايه هي بقى. انت عارفة وانا عارف وهو عارف، ها؟ ولما بيطلع يبات ليلتين برا احنا عارفين بيروح فين، ده لا عنده شغل ولا حاجة، ها؟ نعم؟ ما فيش بيت برا؟ طب بيقدم عمريته طول النهار ويرجع بالليل، ها؟ الضمير المسيحي يختلف عن الضمير العام. الضمير العام بقول لكم ساعات المجتمع بيسمح بحاجات وما بيعاقبش عليها، بل الواحد يبقى جدع لما يعملها، ولما الواد ما يعملهاش يقولوا له في امريكا ايه؟ يو ار تشيكن، تشيكن يعني فرخه. انما هي مش معنى ترجمه حرفيه يعني ايه قولي لا يعني ولما عيل كده يتفوق في المدرسه يقولوا له يو ار سكول بوي، يا زي ما احنا نقول لمؤاخذه يعني بتاع الشغل، ها؟ وقبلها في حيوان من حيوانات يعني، ها؟ الضمير العام يختلف عن الضمير المسيحي، فإحنا عايزين نزرع في الطفل ضمير مسيحي خلال معرفة الصواب والخطأ، برضو خلال القدوة. القدوة دي لا ما تخافش، خليها منزلناها منه. القدوة دي ليها تأثير جبار على الأولاد. هناك بذرة أخرى أرى أنها ضرورية أن تزرع في أطفالنا، وهي بذرة الطهارة. وده موضوع يعني عاوز له مؤتمر لوحده. كان في سؤال امبارح اديته القدس أبونا أرسانيوس، كيف نقدم تربية جنسية لأولادنا؟ إنما دي تختلف. عاوز أعلم البنت إن جسدها ده يحترم، محدش يمد إيده عليه، محدش يقرب له إلا ما تتجوز. دي الأعضاء دي بتاعت المسيح، الجسم ده بتاعنا، مفيش ممارسات. كل دي حاجات عاوزين نزرعها، بس من سن إيه دي عاوزة يعني نتكلم فيها بالتفصيل. انما كبذرة تتحط في الاولاد بذرة الطهارة، وبرضو برجع تاني واقول القدوة ليها دور كبير جدا.
احسن الولد يفتكر حاجات مش مظبوطة، يفتكر ان مفروض هو يمارسها. في بذرة رابعة هي بذرة النسك. ابونا ارسانيوس هينبسط دلوقتي. احنا مش عايزين نطلع العيال رهبان ولا حاجة. واحد ولا واحد في الالف حتى. ده لو واحد في الالف هتعمر الدنيا. اننا عايزين نعلمه النسك. بمعنى ايه؟ بمعنى الرضا، بمعنى القناعة، بمعنى لو بات اكل من امبارح ناكله، بمعنى الليش بتاعنا ده نشكر ربنا عليه، مبقاش فيه تذمر، روح الرضا. بذرة النسك دي لما بتتحط في الواحد من طفولته بيعيش سعيد بعد كده. العالم مش هيدي زي ما احنا عاوزين، فيبقى فيه روح رضا وروح قناعة. والكنيسة بتعلمنا روح النسك دي في الصوم، في الصوم. عشان كده لاحظت حاجة عجيبة جدا، ان الاطفال اللي عاشوا في بيوت صوامة بسهولة يطلعوا يصوموا، والاطفال اللي ما عاشوش في بيوت صوامة تيجي تقول له صوم يقول لك لا انا 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 لازم اكل لحمة كل يوم. يا سلام. ليه؟ لان هو في البيت اللي عاش فيه ما كانش فيه صوم. انما ايه البيت اللي بيصوم الولد يطلع كده، يا ماما ما بتاكليش زيي ليه؟ تسكت. وبعدين يكتشف وينخور، يعرف ان في صيام وماما صايمة وبابا صايم، يقول طب خلاص انا هصوم. عاوزين نزرع هذه البذرة في اولادنا عشان يطلعوا فيهم روح الرضا وروح القناعة. في بذرة خمسة هي بذرة العطاء. العطاء، بذرة العطاء مهمة جدا. احنا ما كنا صغيرين خدام في مدارس الاحد نلم عطا من العيال، اللي يجيب تعريف ولا يجيب ارساخ، مش الفكرة يعني كل العطا ده كله كان يجيب ايه ولا حاجة، انما كتدريب للاولاد على العطاء. مش بس العطاء المادي، مش بس العطاء المادي، العطاء النفسي. في واحد عيان، تعال معانا نروح. الهدوم بتاعك دائت، طب ما نبعتها مصر ورا كتير. انت رايح الكنيسة، طب خد في مدارس الاحد عطاء. ما عرفش هنا في عطاء ولا لا، الحمد لله الحمد لله، بس مش بشيكات بقى يحطوا فلوس كده على طول. ها، مهم جدا ان الطفل يتعلم العطاء من طفولته. وبيخش في العطاء، بيخش في العطاء الخدمة، يبقى ولد خدوم. لما يخدم في البيت يقدر يخدم برا، يقدر يخدم في الكنيسة. ممكن في الكنيسة نخلي الاولاد دول روح العطاء فيهم، مش بس العطاء المادي. انا فاكر واحنا صغيرين في كنيسة مرمرقس كان في يوم في الاسبوع نقفل الكنيسة علينا ونقعد نمسح الكنيسة وننظفها الى اخره. ليه؟ عشان اتزرع فينا حب الخدمة، حب العطاء. انما الولد من صغره لازم نعوده على العشور. ايه ده، تلموا العطا ولا ايه؟ ها، احنا بنقول للاطفال مش للكبار. كيف نربيهم حسنا؟ القدوة ايجابيا وسلبيا، العثرة وخطورتها، لغات حبس، لمسات الحنان، كلمات الحب، الهدايا، تقضية وقت معا، تأدية خدمات. البزار، بزار كتيرة لازم نزرعها في أطفالنا، ولكن أنا اخترت خمس بزار بس: محبة المسيح، محبة الكنيسة، محبة القديسين، محبة السماء، الضمير المسيحي اللي بنزرعه في الطفل، الطهارة اللي بنعلمها لهم ازاي يحترم جسده
وازاي يحافظ على جسده ما يكونش في اي ممارسات خاطئة، وما يمنعش ان احنا نقول له ان اي حد في المدرسة يحاول يقرب لك باي صورة من الصور، تدافع عن نفسك ولازم تشتكي الى اخره. بذرة النسك عشان نعوده على روح القناعة وروح الرضا، وبذرة العطاء والخدمة دي خمسة، دي اربعة النسك، دي خمسة العطاء والخدمة. في نقطة اخيرة قبل ما اختم، كيف اتعامل مع طفلي العنيد والمشاكس والمدمر والذي يكذب والذي يسرق؟ ما فيش قالب معين اقدر اقوله عشان نطبقه على كل حالة. كل طفل له شخصية تختلف عن الاخرى تماما، يونيك يعني مميز. تعرفوا البصمات ده هي ما فيش اتنين يشتركوا مع بعض في البصمة، ايضا الاولاد ما فيش اتنين يشتركوا مع بعض في الشخصية. عشان كده انا بقدم لكم اقتراح، اولا الصلاة لكي يرشدنا الله الى كيفية معاملة اولاد. نركع ونصلي. انا في كتاب حلو جبته من كندا اسمه قوة الصلاة الوالدية، ان شاء الله لو ربنا اداني وقت كده نقعد نترجمه ونقدمه للكنيسة. بيتكلم عن قوة صلاة الوالدين. انا عاوز نركع ونصلي من اجل اولادنا، نركع ونصلي من اولادنا، اولا لكي يعمل الله فيه، وثانيا لكي يرشدنا الله الى كيفية التعامل معه. نقول له كده يا رب ارشدنا كيف نتعامل مع أولادنا. أول نقطة هي الصلاة من أجل أولادنا لكي يحفظهم الله ويباركهم، زي الناس اللي قدموا أطفالهم للمسيح لكي يباركهم. إحنا عاوزين نقدم أطفالنا للمسيح في الصلوات الخاصة اللي إحنا بنقدمها. نمرة اتنين، عاوزين نزرعهم في الكنيسة. انا مبسوط قوي من الولاد دول اللي اترسموا الشمامسة، زرعناهم في الكنيسة. صحيح ابونا كان زعلان النهاردة ووقف القداس شوية، بس انا كنت فرحان. معلش انا اصلي جد، فالجد ده بيبقى عنده مشاعر تانية غير الاب. الاب بيبقى حازم. انا ما كنت بربي ابني كنت حازم على الاخر، انا دلوقتي ما اروح اشوف الاحفاد يعني اطنش شوية عليه. انا بقول بصراحة انا كنت فرحان النهاردة جدا لان احنا زرعناهم في الكنيسة. صحيح رايحين جري 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 جري، بس هم فرحانين. والولاد دول اللي بنزرعهم في الكنيسة هيبقوا شجرة مغروسين في بيت الرب. ما تخافوش، في الولاد نزرعهم في الكنيسة هنضمن ان يبقوا اولاد المسيح. عشان كده اوعوا تهملوا ان انتوا تجيبوا اولادكم مدرسة الاحد، دي مسؤولية. كل طفل ما يجيش مدارس الاحد لو فات اسبوع اعتبروا ان انتوا عملتوا خطية، اعتبروا ان انتوا حرمتوا الطفل من حاجة كبيرة جدا هتأثر في حياته وفي شخصيته. المشورة مهمة جدا، المشورة مهمة جدا. يعني ايه المشورة؟ يعني في مشكلة عندنا في البيت، في مشكلة طفل في البيت عامل مشكلة معينة، عاوزين ناخد مشورة، عاوزين ناخد مشورة. انا كنت بكلم سيدنا امبارح او امبارح سيد طلباني امبارح ان احنا نعمل مكاتب مشورة اسرية في كل كنيسة. يعني احنا مش بس نيجي بقى نعترف بخطايانا، لا احنا عاوزين نيجي ناخد مشورة كيف نتعامل مع حالات معينة من اولاد. نصيحتي هي الوداعة وعدم الانفعال في تعامل مع أولادنا. ساعات لما بننفعل بنضيع لغة مهمة جدا في تربية، اسمها لغة الحوار. أنا ربيت ابني
على لغة الحوار ده هي لدرجة اقول لكم حاجة يمكن اباء يستعجبوا عليها. انا كنت اب اعتراف لغاية ما راح انجلترا وهو طفل وهو شاب وهو في كلية الطب وكل ده انا اب اعتراف، واقول له يا ابني روح شوف لك اب اعتراف وريحني. يقول لي يا بابا بس اللي بيحكيه بقى ما روحش اقوله، يعني لو جت بالليل حاولت تسأل، لو كانت هنا بقى كنت فكرتها، لو جت بالليل حاولت تسأل اقول لها ايه ده سر اعتراف ما تنعش بره. وهو عمل لي اختبار يعني، مرة قال لي حاجة كده وحاول يعرف من ورايا انا قلتها لمامته ولا لا، فتأكد ان انا ما قلتهاش. اللي انا عاوز اقوله ايه، لغة الحوار دي مهم. نقعد كده ونتحاور ونحكي، نقعد على السفرة كده ونتكلم. لغة الحوار والصداقة مع اولادنا مهمة جدا. اسلوب السك اللي احنا تربينا بيه ده ما ينفعش النهاردة. عارفين ايه اسلوب السك؟ يسكونا نتسك. يعني اقول لكم حاجة، مثلا انا عندي افيون في دماغي اسمه نوم الظهر، ما اقدرش ما نامش الظهر، ما اقدرش حتى ما اكون فين، لما اخذ اخش 10 دقايق. ليه؟ كنا بنتسك عشان ننام فطلعنا ننام في الظهر. لا اسلوب السك النهاردة لا، اهم حاجة اقول لك ليه. ليه كلمة ليه دي من الكلمات اللي بنسمعها دايما، فعشان كده عاوزين نوجد اسلوب الحوار والصداقة مع اولادنا. نقطة تانية احب اقولها قبل ما اختم الكلام واشوف الاسئلة. قبل ما نتكلم في علاج هذه الحالات لازم نعرف ايه السبب. ايه السبب؟ في مرة جه أبوين، يعني الطبقة الاجتماعية بتاعتهم مرتفعة يعني، ومعهم بنت صغيرة كده 7-8 سنين. وبعدين قالوا لي إيه، يعني في مشكلة كده هيحكوا. قلت لهم لا لو سمحتوا يعني خلي البنت بعيد. وقعدوا يحكوا المشكلة. إيه المشكلة؟ مشكلة إن البنت في المدرسة بتسرق تجيب اقلمة، تجيب اشربات،